دارسوا مع المنتخبين كل المشاكل المرتبطه بالقطاعات ديالهم، ما عدا سيادتكم انتم ما تجيوش، وخاصك تقولها للمواطنين. السيد الرئيس تتخبط الجهه في مشاكل كبيره جدا في هذا القطاع اللي تيمثلو السيد الوزير، وانتم غائب. هل لديكم عقده مع جهه الغرب الشرارده بن حسن؟ هل الوزاره ملك لكم؟ السيد الوزير، باش نعرفوا ان عندكم انتم يا بيني وبينك الزبونيه والمحسوبيه هي اللي عندكم. وزاره الداخليه ساهمت في ميدان الطرق اللي تيهموكم، وانتم ايضا غائبون. مع العلم طلبنا لقاء معكم انتما ما استجبتوش. واش حنا غنجيو نشوفوك على زينك، على زين عينيك؟ علاش غنجيو عندك على المشاكل وعلى الهموم ديال المواطنين؟ كذلك اعلم ان الشراكات اللي هضرتي عليها دابا عاد التي كنتم تناشدون بها تعتمد ايضا الزبونيه والمحسوبيه، لانكم ابرمتم شراكات مع الجماعات بسخاء لانهم ديالكم، وخاصة شي يعرفوه المواطنين. الآن السؤال المطروح، وفرنا بالعمالة مثلا ديال سيدي سليمان، المساهمة ديالنا الآن اللي عطاونا وزارة اللي ما تنتميوش للقطاع ديالك بسبب الطرق، لأنهم تيديروا سياسة القرب، السطة المناير السنتيم. فين نتايا؟ فين تحاورتي معانا؟ واش جيتي عندك 4 ساعة باش تجي للقنيطرة أو باش تجي سيدي سليمان ووعدتينا وما وفيتيش بالوعد ديالك؟ كذلك السيد الرئيس، كاين تيدير، خليني نكمل راه باقي عندي دقيقه اللي قبيله. كذلك السيد الوزير، الرائحه ديالكم بالزبونيه والمحسوبيه عطات. شكرا شكرا السيد المستشار. شكرا شكرا السيد الرئيس، شكرا 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 لك السيد السيد الرئيس، ستكون شكرا لكم الكلمة السيد الوزير إجابة على السؤال. تفضلوا تفضلوا. حقيقة السيد الرئيس ما يمكن لي إلا أن نعبر على استيائي لتعقيب ديال السيد المستشار. أولا الذي ليس له أي علاقة مع السؤال، بحيث أن السؤال كان له علاقة مع معلم القراوي وشق أرجوك سيد المستشار. وتدخل السيد الرئيس يذهب سيد المستشار يذهب المستشار الى مجال الطرق واصلاح الفيضانات، ويذهب الى مجال جرف الرمال، ويذهب الى زياره الوزاره الى غير ذلك. فاؤكد السيد المستشار على انه لا توجد اي زبونيه او محسوبيه. الا كان عنده هو شي ملاحظه فيها الزبونيه او لا، ياخذ جميع التدابير. ارجوك ارجوك الاخ الرئيس، ارجوك كنقول السيد المستشار المحترم اللي عنده شي ورقه فيها الزبونيه والمحسوبيه يمشي يتقدم بها لعند وكيل الملك، سير تقدم بها لعند وكيل الملك. ولا كان شي وزير عنده شي ارجوك ارجوك من وكيل الملك وبغى نخرج في النقاش الثنائي الله يخليك. تقدم على وكيل الملك تقدر على قد كلامك تسير وقت تقدم على وكيل الملك. ارجوك ارجوك السيد الرئيس ما عطيتكش الكلمه الله يخليك الله يخليك باش قاعة البرلمان تكون مجال ديال الحسابات. الا كان السيد الوزير شي اختلال يمشي يتقدم بها الوكيل الملك، دير على قد كلامك السيد الرئيس. الا كان شي حاجه عند شي وزير سير عند وكيل الملك، سير عند وكيل الملك، سير عند وكيل الملك. لا توجد اي وثيقه، الا كان شي حاجه سير عند وكيل الملك. الاخ راضي الاخ راضي ارجوك ارجوك هذا سلوك لانه الحكومه عندها كرامتها، وانه الناس يقولوا بانه الوزاره عندهم. اذا كانت شي حاجه سير سيدي قدم على الوكيل الملك، سير سيدي قدم على الوكيل الملك. سيد الوزير اذا سمحتوا اذا سمحتوا السيد الرئيس السيد الرئيس كان سال لماذا السيد النائب هو المس هذا الفريق طرح هذا السؤال. اذا سمحتوا السيد الوزير الله يخليك بضعه اسابيع وبضعه شهور،
ولم يتقدم بشكيا بشكوى مباشرة الوكيل الملك. تقدموا الوكيل الملك. إذا سمحتوا الأخ رئيس. تقدموا الوكيل الملك. بركة بالكذوب. سيد أرجوكم أرجوكم الله يخليك. أسمح أسمح الإخوان. السيد الرئيس الله يخليك الله يخليك. أنا كنتمس أن اسمح الإخوان الله يخليكم سيد الوزير اسمحوا لي الله يخليكم. لا باش السيد الرئيس اسمح لي الله يخليك اسمح لي السيد الرئيس اسمح لي السيد الوزير الله يخليك اسمح لي السيد الرئيس بغيت ناخذ كلمة الله يخليك باش نتفاهموا مزيان. إلا غيكون البرلمان غنبداو نجيو رفعوا الصوت والسب والشتم والكلام بدون مسؤولية يعني هذا هذه الطريقة ديال الديمقراطية راه ما كاينة في حتى شي بلاد. إلا كانت شي حاجة كاينة قوموا بها قوموا بالتحرير ديالها عملوا لجان تقص الحقائق والسب والشتم هذا الأخ الرئيس أرجوك 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 أسي أسي راضي أسي راضي أسي راضي أسير راضي أسير راضي الله يخليك الله يخليك أسير راضي أترجاك أترجاك الله يخليكم. إذا سمحتوا الإخوان غادي نكون مضطر باش نرفع الجلسة ونأجلو نأجلو إذا سمحتوا ما تبقى لأنه لا يمكن أن نستمر في هذه الظروف لا يمكن أن نستمر في هذا الجو الغير الملائم. غادي نكون موت الإخوان نظرا لل نظرا لما وقع أسمحكم لأرفع الجلسة وسنعرض الأمر على المكتب للاتفاق المضالي لأنه لا يمكن الاشتغال بهذه الطريقة. السي الراضي ما عطيتكش الكلمة ما يمكنش نسمحوا التشويش على الجلسة العامة أبدا أبدا هذا تشويش على الجلسة العامة الله يخليك. إذا أسمح الإخوان غادي نرفع الجلسة وسنؤجل ما تبقى من البرنامج إلى الأسبوع المقبل.